اليسرى واليمنى كرة في الأمرية ونيمار نيمار ونيمار جول 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 دون مقدمات الباريس يسجل الهدف بقدم برازيلي نيمار بأحلى تمريرة وأحلى أسيست من ماركو فيراتي. هات الصورة لإعادة القيادة لإيطاليا مع ماركو وإلى نجمة مع الذي سجله لاعب نيمار. أكدت بأن ماركينيوس آخر الأخبار الواردة من باريس بأن هناك اتفاق ويكاردي ويدريسا مرة أخرى كبر راسه دي خطيرة دي فرصة فرصة ليس موناكو يؤدي النتيجة في هذه اللحظات. كرة في العمق من أروع ما يكون والمتابعة بعد ذلك القرار لأنطوني كوتي الذي يقر نعم بمشروعية الهدف. هناك احتجاجات من عناصر المناسبة الذي يحكم المباراة رقم 33 ويسام اللمسة لوجود ركلة جزاء يقول الحكم كم كانت خطيرة هذه الكرة. نعم موناكو بحس هجومي وبنزعة هجومية وباندفاع واضح بينما انذار على كيتا بالدي يعطيك انطباع بأن موناكو يسجل كثيرا ولكن عنده ميدان طلق لتوماس مريم ماذا سيفعل يعكس هذه الكرة على القائمة الثانية. فرصة وسام 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 المراوغة وسام من يدر نعم يفاجئ دفاع نادي باريس سان جيرمان. فكرة ممتازة لتياغو ناحية لاعب توماس وتوماس العرضية نعم لأن موناكو يتفوق هدف يا سلام يا نيمار ونيمار والحكم يقول فيها خطأ. نعم الحكم يقول فيها خطأ وضربة حرة لفائدة نادي باريس سان جيرمان. كارتي الحكم يعطي الإشارة نيمار ونيمار يسدد نيمار مؤطرة ولكن الحارس لوكونت يبعد مباشرة إلى ركنية. نعم أول ردة فعل باريسية بقدم تمريرة ممتازة ناحية لعب خوان برنات يعمل الكنترول وخوان برنات يعني نيمار يفتح المجال دي فرصة فرصة مرة عالية حاول إيكاردي أن يرفع الكرة على لوكونت. نعم الفكرة ممتازة ولكن التطبيق نوعا ما صعبة. هل لمست الكرة المدافع شوف الإعادة مجددا. نعم وضعية التسلل ربما في اللقطة الماضية على اللاعب إيكاردي مالية كرة دي ماريا مع توماس يمر توماس العرضية مبابي مبابي على القائمة الأول يضيع فرصة التعادل. مبابي كان عنده المجال ليصل للمرمى أول فرصة لمبابي. وسام سريع وسام ولمسة بالدي بالدي فرصة مبابي في الاستلام مبابي ونيمار لم تصل إيكاردي نيمار يدخل نيمار يروح نيمار نيمار يباغي ونيمار السرعة نيمار اللمسة وتحضير مبابي مبابي كنت لوحدك. نعم كنت لوحدك في وضعية مثالية نحاول يحصر هذه الكرة لكن في نهاية المطاف يبقى التوازن في فرصة دابية للاعب مبابي على ما يبدو مصاب على مستوى مبابي. مبابي وسط اللاعبين وفي تدخل وفي تدخل واضح والهدف في كل مباراة والأهداف حاضرة كذلك اليوم بينما كرة ترفع على القائمة جعلية المباراة إنريكس يتقدم إنريكس ماذا سيفعل إنريكس ذلك بالأدوار الدفاعية وهذا الأمر شفناه في بعض المباريات الدوري الذي وجه اللاعبين في هذه اللحظات تلعب للركنية. كم كانت صعبة صعبة دي الكرة. نعم القائد البولندي غليك غليك ينفذ بالرأس والقائم ينقذ الفريق الباريسي ملعب نيمار 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 يمر نيمار أوه نيمار وصلت اللعب يعتذر المساعدة تأتي من غولوفين 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 أوه يحضر إلى اليسرى ناحية لعب كيليان مبابي مبابي يتقدم مبابي يلعب واحد اثنين أوه وفي تدخل في تدخل والفيها نقاش والفيها ركلة جزاء خوان برنات مع نيمار ممتاز هذه خوان برنات يدخل يتابع هذه الركنية تسديدة لكن بعيدة بعيدة تماما من طرفه
اللاعب وسام من يدر، شوف الإعادة مجددا لبعض من خوان برنات، حتى طريقة الإبعاد تناقش من عناصري مهمة لفريق موناكو. هذه فرصة 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 روعة يا كيلور، روعة يا كيلور، يحرم نادي موناكو من هدف ثالث. نعم، ثلاث تصديات من أربعة لمن يمبابي، لازال يحافظ على الكرة، يعمل المراوغة مبابي، ركلة جزاء، ركلة جزاء لباريس سان جيرمان على بعد خمس دقائق من نهاية الجولة الأولى. مبابي جابها، مبابي اصطادها، مبابي بحركة فنية، شوف في لحظة التسديد، نيمار نيمار نيمار، جول 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 نيمار، الثنائية لنيمار في هذه المباراة مشاهدينا الكرام، من خلال إحراز الثلاثية في هذه المواجهة. سبد اللايا أخي دي ماريا لعبها لمبابي، مبابي هذه فرصة ضيعة، مبابي كان متسللا في اللقطة الماضية، فرصة فرصة خطيرة دائما، فرصة جول، مرة جانبية مرة جانبية، موناكو كاد يفعل ويعدل النتيجة مع نهاية الجولة الأولى. هذه الإعادة مرة أخرى، ماذا ضيعت يا جولوفين في توقيت مهم جدا؟ موناكو يفوت الموعد مع مثيرة، انتهت لفائدة الباريزيين بثلاث أهداف مقابل تبجي كرة، هذه فرصة 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 تسديدة، ولكن مرت لنيمار يقوم بعملية الدوران، ونيمار في العمق وفرق مبابي، مبابي لمن العرضية، لعبوا بنفس الريتم الذي لعبوا به في الجولة الأولى، ونفس السؤال تمشي هناك على الجهة اليمنى. لاحظوا من موناكو يعتمد بالأساس على المباراة مع البي اس جي، مع الخيار العرضية، فرصة نيمار يا نيمار، نيمار كان عندك المجال لتسجيل الثلاثية في هذه المباراة، غريب ما حصل منك يا نيمار في هذه الوقت، هذه باريس سان جيرمان، ولكن البي اس جي طالما يتوفر على إمكانيات نيمار، حارس المرمى لو كونت هذه العرضية هنا، لا فرصة فرصة فرصة، كولوفينو كولوفيني مرة الكيتا، قيادة الباريزيين تلعب بسرعة، ماركينيوس وبرو جيلسون يدخل، وجيلسون وسيماني جول، الحكم يرفض الهدف بداعي التسلل، الحكم يقول كنتم في وضعية التسلل، كم كان محظوظا باريس سان جيرمان في اللقطة الماضية. أنطوني غوتيه يقول لو كنت متسللا، شوف الإعادة مجددا، هاي اللقطة السليماني في هذه الوضعية متسلل، بعد ذلك نعم شارك في العملية، نعم وضعية التسلل واضحة، المهارة والتمريرة بعد ذلك، نحاول القطع ماركينيوس، وصلت للسليماني في نهاية المطاف، الحكم يقول فيها وضعية التسلل، إذا سننتظر تنفيذ الضربة الحرة، وننتظر تأكيد التسلل من طرف الحكم أنطوني غوتيه، بينما ندخل العشرين دقيقة المتبقية على نهاية المواجهة، حتى سليمان يقف إلى جانب الحكم، سليمان يتمنى أن الحكم يعدل عن القرار، وبالتالي هدف التعادل لفائدة نادي موناكو. سننتظر والكل يترقب حكم أنطوني غوتيه كيف سيكون قراره، هل يؤكد حالة التسلل أم أنه سيقول بأن ماركينيوس لمس سليمان يتابعها، وبالتالي تعادل لفائدة نادي موناكو. على ما يبدو في تبديل ثاني في صفوف فريق الإمارة، أنطوني غوتيه في الكثير الآن من النقاش بينه وبين الحكم المساعد وطاقم الفار، وهذا اللي خلى صيحات الاستهجان الآن تأتي من المدرجات بسبب التأخير في تأكيد قرار وضعية التسلل. هؤلاء هم أنصار نادي باريس سان جيرمان، أطرس باريس سان جيرمان في ملعب البارك دي برانس، والأنصار محرومون من متابعة المباراة. نعم هدف، الحكم يقر هدف التعادل في هذه اللحظات، الحكم يقر هدف التعادل، السليماني نعم، شوف الإعادة مشددا، هاي اللقطة الماضية، يمكن لأن ماركينيوس هنا قطع الكرة، حاول إبعاد الكرة، هنا ماركينيوس الإبعاد كان سيء، وبالتالي وصلت للاعب السليماني،
سيناريو مثير، سيناريو مثير وغريب وعجيب. الحكم يقر بمشروعية هدف اللاعب السليماني بعد اللجوء إلى حكام الفار، وهذا سيزيد من الضغط على عناصر نادي باريس سان جيرمان. 3 أهداف.